بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي فضائية العراق التربوية تستمر رحلتنا في سماء حلول الأسئلة الوزارية الخاصة بالعمليات الأربعة للأعداد المركبة إذا طلبتنا الأعزاء شدوا الأحزمة واستعدوا للإقلاع إذا مستمرين معكم وسؤال الألفين 2013 وسنذهب في رحلة هذا اليوم في المدارس العراقية خارج العراق والسؤال ضع بالصيغه العاديه هناك خطا املائي اعتذر اذا ضع بالصيغه العاديه للعدد المركب واحد ناقص اي اس 13 على 64 اذا هنا ضع بالصيغه العاديه للعدد المركب اذا الصيغه العاديه او الصيغه الجبريه للعدد المركب واحد ناقص اي اس 13 على 64 شلون راح اجي اتعامل ويا هذا السؤال؟ من راح اجي اخذ واحد ناقص اي اس 13 على 64 اذا كان العدد المركب مرفوع الى قوه زوجيه تربيع اسوي مربع حدانيه اذا اس 4 راح اسوي تربيع الكل تربيع اذا اس 6 راح اسوي تربيع الكل تكعيب عند الرفع تضرب الاسس اذا اس 10 اسوي تربيع اس 5 اذا اس 12 اسوي تربيع اس 6 هذا الحكيش وقت اذا كان العدد المركب مرفوع الى قوه زوجيه اما اذا كان العدد المركب مرفوع الى قوه فرديه راح اسحب من عنده واحد من القوه المتبقي هو عدد زوجي راح أسوي تربيع اس اذا شلون راح اجي اتعامل ويا هذا السؤال ركزوا وياي إذا راح يصير عندي واحد ناقص آي أس 12 في واحد ناقص آي على 64 يصير ال 12 أوزعها مرة على الواحد ومرة على الآي لا ما يصير الأسس تتوزع على الضرب والقسمة ولا تتوزع على الجمع والطرح شو راح أسوي لعد؟ إذا هذا الواحد ناقص آي أس 12 إذا راح يكون بالصورة التالية واحد ناقص اي تربيع والكل الستة وهذا الواحد ناقص اي راح ينتظر والأربعة وستين ما زال بالانتظار زين شو راح اسوي هنا اول ما اتعامل ويا التربيع الداخليه راح اسوي مربع حدانيه ايش قد يطلع الجواب راح اتعامل ويا القوه الجديده اللي هي اس6 اذا معناها راح يكون ويساوي واحد ناقص 2 اي زائد اي تربيع، التربيع الداخلية انتهت، إذا إيش بقى عندي هسه؟ بقى الستة في واحد ناقص اي على اربعة وستين الاي تربيع قيمتها سالب واحد ويا الواحد صفر. الصفر أكتبه لو ما أكتبه ماكو داعي تكتبه. إذا إيش راح يكون عندي هسه الجواب؟ إذا ويساوي سالب اثنين اي أس ستة في واحد ناقص اي على اربعه وستين يعني خلينا نرجع في السنتين تتذكر في الرابع يمكن بالصف الثالث اخذت هنا من خواص الاسس يعني اذا كان سالب اي مرفوعه الى قوه ان هذه به احتماليا تساوي اي اس ان اذا كان الان عددا زوجيا وتساوي السالب أي أس أن إذا كان الأن عددا فرديا السالب إذا كانت مرفوعة إلى قوة قوة عدد الصحيح هذا الصحيح إذا موجب السالب تلغى باعتبار السالب من ينظر في نفسه عدد زوجي من المرات إذا كانت القوة زوجية فالسالب من ينظر في نفسه عدد زوجي من المرات يصير موجب إذا راح يبقى عندي شنو فقط أي أس أن وإذا كانت الأن عدد فردي السالب راح يطلع للخارج وراح تنزل اي اس ان راح اجي استفيد من هذه الملاحظه في تكمله حل هذا السؤال يعني سالب مرفوعه الى قوه زوجيه موجب 2 اس 6 هذا ايش راح يصير عندي راح يصير 64 اي اس 6 في شنو في 1 ناقص اي على 64 ال 64 وهي ال 64 راح تختصر الاي او ستة قيمتها سالب واحد لان من نقسمها على اربعة يبقى اثنين هذا السالب واحد راح ينضرب مرة بالاول مرة بالثاني اذا سالب واحد في واحد ناقص اي يعني الجواب راح يكون عندي سالب واحد زائد اي اذا العملية ان شاء الله بسيطة جدا وللتوضيح اريدك تجرب هذا السؤال تقدر تحلي واحد ناقص آي أس ثلاثة وعشرين على ألفين وثمانية واربعين إذن أنا متأكد من عندك إذا هنا العادية إذا أنا متأكد قدرتك على حل هذا السؤال عزيزي إذا مستمرين وياكم وهذه الرحلة الممتعة وسؤال الألفين وستة تمهيدي ناطين الأكس تساوي ثلاثة زائد اثنين آي واي تساوي واحد ناقص اي اثبت ان المرافق يتوزع على الجمع احنا متفقين المرافق يتوزع على الجمع والطرح والضرب والقسمة وايضا متفقين اذا كان رمز المرافق فوق الكل شو حسوي هنا اول مرة اجري العملية ومن ثم ايجاد المرافق وإذا كان رمز المرافق على كل واحد منهم أول مرة نحسب المرافق وبعدين نجري العملية واطلع على هذه الأسئلة اللي موجودة أمامك والحل التفصيلي سبق وأن تحدثنا عن الحل التفصيلي إجب بالوزاري الجمع اجى بالوزاري الطرح والضرب وهذه الأسئلة اللي موجودة بالوزاري إذا سؤال الـ 2019 أحيائي أيضا هنا اثبت أن المرافق يتوزع على الجمع سؤال الـ 2017 أعزائي إذا تتذكر سؤال الكتاب اللي حليناه بالدروس الماضية كان اثبت أن الجواب 8 على 25 آي ولكن هنا كانت مختلفة بنفس الكيفية تماماً شوف هنا اطلاعك على الاسئله الوزاريه شنو فائدتها؟ انت تعرف ابو الوزاري شلون يفكر. انت لا تتصور ترى بعض الطلاب دا يحاول فد يشيع فد مخاوف للطلاب، اخاف تجي اسئله خارجيه، اخاف تجي اسئله اثرائيه، هو شنو الاثرائي؟ تعرف شنو الاثرائي؟ الاثرائي هو كتاب بتغيير الارقام، اثراء الموضوع، مو خارجي، اثراء الموضوع. اذا هذا يسموه سؤال اثرائي. نفس افكار الكتاب ولكن تغييرات بسيطه بالارقام. إذا إيش أسوي هنا؟ أول واحد أحوله إلى الصيغة الجبرية، المقام أحوله إلى الصيغة الجبرية، والثاني أيضاً أحوله إلى الصيغة الجبرية من صار الصورة هذه. تتذكر شلون حلينا بالدروس السابقة؟ عندك طريقين. تريد هذا الضربة بالعامل المنسب وهذا الضربة بالعامل المنسب وبعدين تجمع؟ تريد هنا المرافق عفوا او تريد تجمع بعد ما تجري عمليه توحيد المقامات اذا كل الطرق تؤدي الى المية واكرر مره اخرى اخاف يجيني السؤال ما يقول لي اثبت يقول لي جد بالصيغه العاديه او الصيغه الجبريه للعدد المركب من راح توصل الى هنا ايش راح تقول لي راح تقول لي بعد زائد صفر اي اذا مستمرين وياكم ورحلة الأسئلة الوزارية ووصلنا إلى الألفين وعشرين وضع بالصيغة العادية أو الجبرية للعدد المركب شوف شو تغير عن أسئلة الكتاب زين إذا آي على جذر اثنين زائد آي تربيع زائد آي على جذر اثنين ناقص آي تربيع العملية بسيطة جدا بأن هذا سويته مربع حدانية هذا سويته مربع حدانية انت مخير بين طريقين يعني تريد هذا الضربه في مرافق المقام وهذا الضربه في مرافق المقام وبعدين تجمع جمع اعتيادي او شنو هو؟ تجري عمليه توحيد مقامات هذا راح ينضرب بالاي هذا المقام راح ينضرب بالاي والمقامين يعني راح ينضربون واحد بالاخر لا تنسى الاي تنضرب مره بالاول مره بالثاني في كلا الحالتين يعني تحول كل من العددين إلى صيغتيهما الجبرية ومن ثم شوف الجواب ايش طلع عندي اثنين آي على تسعة ايش نبهتك بأكثر من مناسبة قلت بالكتاب وبالأسئلة الوزارية السابقة كان يقول لي اثبت هالمرة ما قال لي اثبت ايش قال لي قال لي ضع بالصيغة العادية للعدد المركب يعني الطالب اللي وصل إلى اثنين على تسعة آي وسلم دفتره راح يأخذ تسعة من عشرة حرامات إذا الصيغة الجبرية أو العادية راح يصير عندي صفر زائد اثنين على تسعة آي يمكن حل السؤال بطريق آخر إذا الطريق الآخر راح أتركها واجب عليك ووصلنا الآن إلى الموضوع المهم والمهم جدا اللي هو تساوي عددين مركبين الملاحظة تقول إذا تساوى عددين مركبين إذا تساوى عددين مركبين العدد المركب بالصورة التالية العدد الثاني بالصورة التالية فإن الجزء الحقيقي يساوي الجزء الحقيقي والجزء التخيلي يساوي الجزء التخيلي إذا تساوى عددين مركبين فإن الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيلي يساوي التخيلي يعني شلون قل لي طيني فد مثال يساعدني هو ده يقول لي بالسؤال اذا كان ذولا العددين متساويين جد قيمه كل من اكس وواي الحقيقيتين اللتين تحققان المعادله في كل مما ياتي من اجل اباوع الفرع اي ما هو الجزء الحقيقي؟ هذا الجزء الحقيقي من الطرف الايسر والجزء التخيلي هو اثنين الطرف الايمن الواحد هو الجزء الحقيقي والواي زائد واحد هو الجزء التخيلي إذا تساوى عدديا مركبيا فإن الحقيقي يساوي الحقيقي اثنين أكس ناقص واحد يساوي واحد يعني سالب واحد تعبر إلى الطرف الآخر يعني معناها اثنين أكس تساوي اثنين إذا معناها يؤدي إلى الأكس تساوي واحد هسه دا اسمع فالطالب من عندكم يقول شنو تعبر للطرف الآخر يعني أكو في الشي بالعلم يقول تعبر للطرف الآخر لا ماكو شيء هنا متعلم انت من الاول متوسط بان هذا السالب واحد تريد تخلص من عندها راح أضيف النظير الجمعي الها للطرفين، راح اضيف واحد للطرفين، ولكن هسه احنا مجموعه اختصارات مقبوله من عندنا من خلال الشرح لتوضيح الفكره بشكل سريع، اذا حقيقي يساوي حقيقي انتهينا منه، تخيلي يساوي تخيلي، يعني معناها الواي زائد واحد يساوي اثنين إذا معناها قيمة الواي تساوي واحد انتهى حل السؤال الأول زين حقيقي يساوي حقيقي يعني معناها ثلاثة اكس تساوي اثنين إذا قيمة الاكس ايش قد؟ إذا قيمة الاكس هو اثنين على ثلاثة تخيلي يساوي تخيلي يعني شنو معناها؟ راح أقول ثمانية واي تساوي أربعة إذا معناها الواي تساوي أربعة على ثمانية اللي هو نص الفرع C منه الجزء الحقيقي؟ الـ 2Y زائد 1 جزء حقيقي يقابل السالب 8 جزء حقيقي بالطرف الأيمن سالب 2X ناقص 1 هو الجزء التخيلي في الطرف الأيسر يقابل الثلاثة جزء التخيلي بالطرف الأيمن يعني ايش راح أقول هسه هنا؟ راح يصير 2Y زائد 1 يساوي سالب 8 الـ 1 من ينتقل إلى الطرف الآخر راح يصير 2y تساوي سالب 9 يعني معناها راح يصير الواي تساوي سالب 9 على 2 هذا حقيقي يساوي حقيقي وتخيلي يساوي تخيلي دير بالك الإشارة وياها إذا السالب راح يكون سالب 2 اكس ناقص 1 يساوي 3 انت مخير بين طريقين تريد السالب تدخل على القوس، تريد تضرب المعادلة في سالب 1 بكيفك؟ إذا معناها يؤدي إلى سالب 2x زائد 1 سالب في سالب موجب يساوي 3، يعني معناها سالب 2x يساوي 2، إذا معناها قيمة الاكس تساوي سالب 1 2 على سالب 2 سالب 1 إذا إيش تتوقع؟ هل كل السنة هي ربيع؟ لا أكو شتاء أكو صيف إذن هذه الأسئلة تعتبر ربيع التساوي راح تجينا في الدروس القادمة إن شاء الله الأسئلة الأكثر تعقيدا عند تساوي عددين مركبين فإن الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيلي يساوي التخيلي ولا يمكن تطبيق هذه القاعدة إلا إذا كان كل من الطرفين عددا مركبا واحدا بصيغته الجبرية انتظرني بالدرس القادم ان شاء الله حتى نوضح هذه الملاحظه بالتفصيل اودعناكم